انتوا لسه هتروحوا على بلودان؟ هي بعيد قوي عن هنا؟ مش الفكرة، بس انا تصورت ان الموضوع خلص خلاص. ما انا كمان كنت متصور كده، لكن نعمل ايه بقى؟ تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. طب هوصلكوا حالا. على ايه بس؟ تعبي نفسك. تعبكوا راحة. عثمان خلينا ورا ضميرك لما نشوف هيودينا لغاية فين. اتفضل. اتفضلي. ايه اللي جابك؟ انت مش اخترت جوزك وحماتك؟ عايزة ايه مني تاني؟ يا ماما ما في بنت تستغني عن امها. لا معلش، سيبي الكلام ده لحد تاني. طيب وبابا؟ حكاية كده بقى، طلعي نفسك من الموضوع ده خالص. كيف يعني؟ يعني انت مفكرة انه انا رح اكون مبسوطة اذا كل واحد فيكم بمكان؟ وايه الجديد فيها؟ من يوم ما اتولدت يا حبيبتي وكل واحد فينا في ناحية. ايه بس على القليلة في شي بيربط بيناتكم، وإلا ما كانت استمرت العلاقة كل هالسنين. أنا كنت مستحملها عشانك أنت، ويمكن اللي ساعد على استمرار العلاقة دي السنين الطويلة زي ما أنت بتقولي إنه كان بعيد عني. مين عارف لو كان قاعد جنبي أكيد الجوازة دي ما كانش هتستمر أبدا. طيب وأنا؟ وأنت إيه؟ خايفة على شكلك قدام عينك جوزك؟ هي دي الحكاية؟ يا ماما حاش تظلميني، أنا بحبكم أنتوا الاثنين. بعدين موقفي من جوزي بالمستشفى كان كتير طبيعي، لأنه لو اخترت غير هيك كان خرب بيتي. طبعاً ده كلام أبوك. لا هاد كلام العقل. العقل؟ أنا ست مجنونة، عايزين إيه من ست مجنونة؟ ها؟ عايزين إيه؟ يا ماما يا حبيبتي صدقيني لا أنا ولا بابا بنقدر نستغني عنك. أنا بقى ما طلبتش من حد منكم يفضل جنبي، هو اختار البعد وانت اخترتي حماتك وجوزك خلاص. يا ماما حاجتك عناد بقى، حاجتك عناد. صدقيني ما حدا بيقدر بهالدنيا يعيش لحاله، كلنا محتاجين لبعض. أنا بقى مش محتاجة حد يا حبيبتي، وعايزة أقولك حاجة بقى، ها؟ أنا اللي بيبعد عني برمي ورطها وهو الخسران. اتفضلي اتفضلي روحي لجوزك يلا. وإذا كان على أبوكي اطمني خالص، أبوكي شاطر جدا هيدبر حياته كويس قوي. أنا ما كنت بعرف إنه قلبك قاسي لهالدرجة. وديك عرفتي. اتفضلي اتفضلي روحي لجوزك وحماتك لحسن يزعلوا منك، واذا كان عليا هعرف اعيش حياتي كويس قوي من غير ما تكونوا فيها. ألف شكرا من قبل ليلى. لا على إيه، وفر الشكر لما نرجع سوا عالشام. إيه بس أتمنى تأخر شوية. مش مشكلة، أنا حروح على نبعي بقين هغير جو لما تخلصوا دوني تليفون. نبعي؟ ما تاخدش بالك، خلاص لما تخلصوا دوني تليفون. نبيل استنى. إيه؟ أنت خلاص نويت تقول لها دلوقتي على موضوع الوصية؟ يا عبدية احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني. يا سيدي مش هنتكلم وانا زفت، انا كنت عايز اشهدك بس. انت مش راجل مؤمن وبتعرف ربنا وبتخافه وهتشهد بالحق. دلوقتي مش وارد جدا ان الست دي ترجع لجوزها في شروع العده. يعني يعني ممكن الراجل التافه ده يرجع في كلامه ويرجعها تاني بعد ما تكون خدت الفلوس. بذمتك ودينك وايمانك يا راجل يا مؤمن، انت كده هيبقى ضميرك مستريح؟ ايوه هيبقى مستريح، لأنه وارد برضو أنها بعد ما تاخد فلوس الوصية تتجوز راجل تاني. المهم ساعة تنفيذ الوصية أنها مطلقة. ماشي يا ابو نور. طيب ممكن من أجل الصداقة بقى، وحاجة ما فيهاش حاجة، حاجة ترضي ربنا، أن أنا أعمل محاولة صلح أخيرة بينها وبين جوزها. احنا بنلم شمل عيلة، حاجة ترضي ربنا اهو. ايه قلت ايه؟ يا ريت، أنا أتمنى. خلي بالكم من التكاتك يا رجالة، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ربنا يستر عليكم ويبعد عنكم رجال المرور، ومحدش يجري من غير لازمه. بعد 12 ساعه بالظبط الاقيكم هنا قدامي. يلا اتكلوا على الله. الله اصلا التواو مالك
انا معاك. معلم غريب. اهلا معلم. العيال دي فوري عند وريد بالليل. العيال عايزه تاكل عيش. السلام عليكم يا معلمين. وعليكم السلام. يا اخي الاخبار كله تمام. بص يا باشا طلع وفرجني. 100 100. ايه رايك بقى؟ وقفت على ايده بنفسي لحد ما خلصها. حلوين يا واد. الله ينور عليك، شكله مشرف. اقرا انا وسمعني. يتشرف المرحوم علي الارندلي والمعلم غريب الجوكر بدعوتكم لحفل زفاف نجل الاول على شقيقه الثاني، وذلك بمشيئه الله تعالى يوم الجمعه الموافق كذا كذا. العنوان حاره الكومندان الشرابيه، والعاقبه عندكم في المسرات. ممنوع اصطحاب الاطفال بتاتا. الله، طب وليه كده نكسر بخاطر العيال الصغارين؟ امال مين اللي هيمسك الشمع ويمسك ديل الفستان العروسه في الزفه؟ وانا مالي يا معلم، صاحب المطبعه قال لي ولاد الزواج بيعملوا كده في افراحهم. خلاص بقى معلم غريب، عديها طالما ده سيل ولاد الزواج. طب واسم المطرب اللي هيحيي الليله ما كتبتوش ليه؟ انت ما قلتليش الحكايه دي يا معلم. طب خلاص كده فل الفل. ايه رايك يا معلم بقله؟ ربنا يتمها لك على خير يا زميل. ربنا يخليك. خد ياض بقيه اللفه دي، شيلها عندك جوه، ولما يجوا العيال بتوع ورديت بالليل تديها لهم ووزعوها للمعازيم. حاضر يا معلم. بقول لك يا معلم، ايه؟ طالما الفرح زي فرح الزواج، ما نعمل زيهم بالمره. قصدك ايه؟ نبعت صوره الست انهار للجرايد في عروس اليوم، وكده تكمل الوجاهه. والله يا معلم غريب، فكره حلوه في الجول، وخصوصا ان مفيش حد في الحاره عملها قبل كده. كده صح، يبقى عملنا الواجب وفي نفس الوقت نقلنا الحاره معانا نقله كبيره. ياكش يتمر، بدل ما هم قاعدين ينقلنا في اي خير يجيلنا. ومن عند انا بقى زميل، الفراشه والحشيش وازاز البير اللي هتوزع في الليله كلها من اخوك بقله هديه. اصيله بقله، ومردود لك في جوازتك الجايه ان شاء الله. الجنه تحت اقدام الامهات. انت عارف حضرتك ليه؟ عشان الام بتضحي عشان عيالها. اللي انا بطلبه من سعادتك ده هي ايه جنب اللي عملته شاديه في لا تسالني من انا؟ لما باعت ضناها عشان تصرف على بقيه عيالها، راحت اشتغلت خدامه ودقت الذل. ولا ست امينه رزق، ام السينما المصريه العظيمه في من اجل ابنائي، وليه فاتن حمامه في امبراطوريه ميم؟ من فضلك كفايه، انا بقى بكره السينما. السينما هي اللي ضيعت مني كل حاجه، ضيعت مني اجمل قصه حب كان ممكن اعيشها. بسببها بعدت عن نوح، بسببها اتجوزت عبد المولى. انا بكره السينما وبكره عبد المولى واليوم اللي شفته فيه. انا ما حسيتش اني عايشه غير بعد ما طلقني طلقه بائنه وطلع من حياتي للابد. بائنه؟ انا مش فاهم، انت كنت مستحمله تعيشي مع الراجل الغبي ده ازاي؟ دليل انه غبي يا هانم، انه ما اثرش انها تبقى طلقه واحده عشان يبقى في امل. مش مهم، مسيره يندم ولا ما يندمش، انت اللي حظك حلو. اصل ربنا قبل ما بيقطع من هنا بيوصل هنا. مش فاهم. فهمها يا اشجان هانم. نوح بيل الارندلي الله يرحمه قبل ما يموت ساب وصيه ليكي ب 11 مليون جنيه، وشرطه الوحيد للوصيه دي علشان تستلمي ميراثك انك تكوني ارمله او مطلقه. نوح ساب لي انا فلوس، سايب لك كمان السي دي ده، وصاني قبل وفاته انك لازم تشوفيه. اتفضلي يا فندم. ايوه بس ايه اللي فكروا بيا بعد السي دي كلها؟ الحقيقه يا عم نوح الله يرحمه عمره ما نسيكي انا. فضل العمر كله ندمان على التصرف السخيف اللي عمله معاكي. اسمحي لنا بالسي دي عشان تتاكدي من صحه الكلام اللي بقوله. الريموت اهو. يا وحشتيني يا اشجان. يا ترى لسه فاكراني؟ عجزت انا شويه. فاكراني ولا الزمن خلاكي تنسيني؟ انا عن نفسي ما نسكيش ابدا، وعمري ما حبيت انسانه في الدنيا بعدك. انا عشت البقيه الباقيه من عمري
مخلص لقصة الحب النبيلة اللي كانت في يوم من الأيام بينا. حتى الجواز يا أشكان ما فكرتش أتجوز، لأني لو كنت اتجوزت كانت مراتي هتبقى مظلومة ظلم باين، لأنك أنت ما بعدتيش عن عيني لحظة واحدة. يا رب يا رب تكون السنين اللي فاتت داهية عدت عليكي وانت في سلام وأمان وسعادة، وكان حظك فيهم أحسن من حظي أنا. أنا حاولت كتير أعتذر لك. النهاردة أنا بعتذر لك بالطريقة الوحيدة اللي أقدر عليها، وأظن الأستاذ نبيل كلمك عن حكاية الحداشر مليون جنيه. صدقيني يا أشكان لو كنت أقدر أعمل أكتر من اللي عملته كنت عملت، لكن أنا اللي عملته ده أقصى ما يسمح به الشرع. يا ريتك تقبلي مني المبلغ ده، يا ريت، ولو إني عارف كويس قوي إن فلوس الدنيا كلها مش هتعوضك أبدا عن الموقف إياه اللي كان في يوم من الأيام بينا. سامحيني يا أشكان، سامحيني وادعيلي بالرحمة في الآخرة، ادعيلي بالرحمة في الآخرة زي ما أنا طول عمري وأنا بدعيلك بالسعادة في الدنيا. أنا حاسس إنها هنتقابل، هنتقابل، هنتقابل في دار الحق لو لنا نصيب إن احنا نتقابل. كان كريم أوي الله يرحمه. هو مات إمتى؟ من 10 أيام تقريبا. وبالنسبة للفلوس إن شاء الله يعني أول ما بتقسم التركة هنبعت لحضرتك تنزلي مصر وتستلم نصيب. علمنا عليك المواجع، بس هي الدنيا كده ما بتديش محتاج. طيب بعد إذنكم. اتفضلي يا هاني. دي رايح فين عند البديع؟ أنا آسف إذا كنت اتحرمت عليكي وحدتك، بس الحقيقة أنا ما أقدرش ما أكونش جنبك في اللحظة. أفندم لو عايزين نسيبك لوحدك ما عنديش مانع، بس أنا لو سبتك وقعدت جوه هبقى قلقان عليك أوي. حضرتك مش شايف إن الكلام ده كبير أوي على اتنين ما يعرفوش بعض؟ جايز حضرتك ما تعرفينيش، بس أنا عارفك كويس أوي. تعرفني؟ تعرف عني إيه؟ عارف إن الجوهرة من طراز نادر ما يتكررش. ست من الصعب جدا انسان يقابله تاني لو راح من بالايديه. عارف ان حضرتك زهره بريه فوق جبل عالي محدش يقدر يطولها، لكن لو حد قرب منها وشم ريحتها لا يمكن ينسى ريحه عطرها اللي بيفوح عليكم كله. حضرتك مش شايف انك بتبالغ شويه في الوصف ده؟ انا عذرك يا هانم عشان ما تعرفنيش، بس انا اعرفك كويس قوي. انا شفتك لحم ودم من خلال كلام عمي الله يرحمه، عشان كده انا اصريت ان انا اجي عشان اتعرف بانسان نادر في الزمن ده. ميرسي. اشكريني يا فندم لو انا ببالغ. عم نوح الله يرحمه مع كل اللي قالوا عنك ما وفكيش واحد على مليون من حقك، عشان كده ترجم ده بالفلوس مش كده؟ هو حسبها كده، بس هو قال انك ما تتقليش بالمال
دي اكتر حاجه عنده حق فيها. اسمحي لي اطلب منك طلب اخير قبل ما اسيبك وادخل جوا. خير؟ اكيد عم نوح الله يرحمه لما بعت لك السي دي ما كانش يقصد ابدا انك تبقي في الحاله دي، عشان كده انا حاسس بيه ومتضايق قد ايه دلوقتي. هيسعده هانم لو حاس انك سامحتي، وهيسعده اكتر لو شاف على وشك الجميل ده ابتسامه خفيفه. بس تعرف انك انسان مهذب جدا لدرجه اني حاسه بالذنب دلوقتي على كل اللي حصل لك اول مره جيتولي فيها. صدقيني لو قلت لك اني مش فاكر حاجه من اللي بتقوليها. معقوله؟ معلش يعني ما اصلك ما تعرفينيش. اسمحي لي اقدم لك نفسي، انا اسمي عبد البديع الارندلي. انا اموت واعرف بقالك اكتر من نص ساعه بتتكلم مع ست دي في ايه. يا ابني الوليه كانت حالتها صعبه جدا، محتاجه حد يسمعها وتفضفض معاها. طبعا، وانت سيب من سمع وخفف الالام. اهو ادي ليلى هي اللي ما تعرفنيش غير بقالها يومين، ومع ذلك عرفت انت اللي صاحبي بقالك السنين دي كلها ومش عارفني. انا كل ما حالي لغز من الدازك تفاجئني بلغز انقح منه. عشان انت معاه الدنيا يا بلبل، خد الحياه ببساطه يا اخي عشان تعرف تستمتع بيها وتستفيد منها. ما قلتليش بقى المكان اللي انت كنت بتفتحيه ده اسمه ايه؟ بقين. يعني مش بق واحد. ايه؟ نكته بيخاوي على فكره. كتير من ليلى على تعبك معانا، مش عارف اقول لك ايه. اولا ما في داعي للشكر، ثانيا انا مدينه لكم بشكري برضه، مو انتوا خلصتوني من مضايقات جاري؟ ده اقل واجب. احنا مستنيينك في مصر، اول ما توصلي تكلمينا ضروري. ان شاء الله توصلوا بالسلامه. الله يسلمك. باي باي. باي باي. باي باي. باي. شغل على مية بيضة، شوية دعاوي ما تعملوش لأي عريس في مصر. استعجلت يا غريب، كان لازم برضه نسأل سي عبد البديع، جايز ما يوافقش. ما يوافقش ليه وهو ماله؟ ده شوية دعوات احنا لا مؤاخذة عاملينها لمحاسبنا وجيراننا وحبايبنا في الحارة. وعلى فكرة أنا عملت حسابه في دعاوي هو كمان عشان لو حب يعزم حد من حبايبه. برضه أنا خاف يزعل. تخافي من إيه؟ وإحنا هنططيله من أولها؟ الحكاية لازم تبقى راس براس، ولا كده هنروح في الرجليه. جرى إيه يا غريب؟ مالك بتتكلم كده ليه يا أخويا زي ما نكون داخلين حرب؟ حرب إيه وأنا راسم سنجة ولا مية نار على الدعوة؟ أنا عملت بالأصول، ولا أنت كنت عايزة يعني تتجوزي قدامي؟ ولا على راسنا بطحة عشان نحسس عليها؟ خلاص بقى اللي تشوفه يا أخويا. حلو قوي بقى اللي تشوفه، ومنزل بقى اللي أخوك حبيبك يشوفه. فكرت في المشروع اللي قلت لك عليه؟ تاني يا غريب؟ تاني ايه؟ اوعى تقولي لي ان انت هتقفل اخوكي في السبوبه دي. بص يا غريب انا هريحك، فكر في مشروع تاني بعيد عن جنينه الفيلا دي خالص، وانا هشوف لو لقيته يستاهل هقف معاك فيه، بس على شرط الموضوع ده يبقى بيني وبينك سر محدش يعرف بيه. سر ايه؟ لا مؤاخذه، هي وقفتك جنبي دي مش هتبقى من حر مالك ولا ايه؟ اسمع بقى يا غريب، لو كنت عايزني اساعدك يبقى لازم تسمع الكلام، يا كده يا ماليش دعوه بمشاريعك وكفايه عليك اللي عندك. طب وعلى ايه يا ستي؟ ربنا يهني سعيد بسعيده. قضي انت شهر العسل بتاعك، ولما ترجعي هتلاقيني جاهز بكل الافكار. يا سلام عليك، انت تملي تيجي على اخر لحظه عبد البديع باشا. من العشاء يا الفونس، دوله هانم خطيبتي. اهلا يا هانم، الف مبروك مقدما. شكرا. ميرسي. اتفضل. الله يبارك فيك. ورينا حاجاتك الحلوه بقى. حاجات الحلوه موجوده دايما، مع انك فاجئتني يا عبد البديع باشا. ايه رايك بقى ان انا جاي من المطار عليك على طول؟ الفرحه ما تاخرش يا الفونس. ان شاء الله دايما. لحظه واحده اجيب لك تشكيله. يعني ايه بقى ان شاء الله دايما؟ يعني ايه؟ ان شاء الله دايما، انا دايما باجي له هنا عشان منى بنتي، سواء في نجاحتها او اعياد ميلادها. يعني مش المدام؟ يعني هو انا لو بجيب حاجه للمدام هنا كنت جبتك هنا برضه. دي احدث تشكيله لسه جايه من ايطاليا وبلجيكا، نقي منهم يا هانم اللي يعجبك. يجنن. ايه رايك بوده؟ يجنن يا حبيبتي، وفي رايي بعد رايك. خد راحتك، نقل اللي انت عايزاه، وخد وقتك على الاخر، مش هيقفل ده المحل محلنا. طبعا احنا في الخدمه دايما. معقول
كل الحاجات دي ليا انا؟ كل ايه بس يا نار؟ انا الشغل كان واخد كل وقتي، كنت جبت لك قد الحاجات دي 20 مره. ربنا يخليك ليا ويطول لي في عمرك قادر يا كريم. مش ناقصك اي حاجه؟ مش ناقصني غير رضاك عليا. قولي لي غريب عامل معاك ايه؟ او يكون ضايقك؟ لا هو ما ضايقنيش، بس صراحه ربنا كده انا خايفه ان اللي عمله يعني يكون هيضايقك انت. وعمل ايه؟ وده هيضايقني في ايه؟ يعني عشان المدام والعيال. وده هيوصل لهم؟ لا والله ده برقبتي بقى، بعد كل اللي انت عملته معايا ومع غريب اخويا اتسبب لك انا في اي ضيق؟ انا كمان عايزك تفرحي يا نهار، ده حقك. انا بس لولا الاولاد. من غير ما تقول يا اخويا، ده انا اللي يمسك بحاجه اكله بسنين. الحمد لله الباب زي ما هو، ربنا ما يقطع علينا عاده. يا حبيبي مني علي ابوك رجع بالسلامه. عبدو الحمد لله على السلامه. الحمد لله انا بخير طول ما انت بخير. ازيك عادي؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ الحمد لله 100 100. ونديم عامل ايه؟ ماشي على حسب الخطه الموضوع ان شاء الله. خطه ايه؟ يلا طفي ده شغل، خليكي في حالك، انت لازم تحشر نفسك في كل حاجه. منى تعالي شوف انا جايب لك ايه. تعالي. دي الحاجات اللي اتفقنا عليها. متأكد ان فولها ما يقلش عن 10 ساعات. عيب يا جوز خالتي، بكره تدعيلي. المطربين عملت فيهم ايه؟ لا دي مفاجأة بقى، حاجة تفتح نفسك انك حاجة تفتح نفسك انك تتجوز كل يوم. انت حمار الا. اسف. وانت يا علي؟ انا خلصت العم ونبيل موضوع البورصة. المهم لازم تبقوا في القاعة قبل مني بكرة. انت معاك العنوان. ما تقلقش يا عبد، كله هيبقى على ميرام ان شاء الله. بس انت شد حيلك مع لطيفة. ربنا يستر. سفر تاني؟ ده انت لسه ما ارتحتش من المشوار اللي انت جاي منه. يعني هقول لاكل العيش لا لطيفة، ده رزق. بس انت ما كنتش بتسافر كتير كده زمان. زمان حاجة ودلوقتي حاجة تانية. زمان الباشا كان شايلني، دلوقتي لازم اشتغل كتير عشان اعوض اللي فات. امال ايه حكاية التركة الكبيرة اللي فاتها لك المرحوم؟ ده انا قلت ان احنا بعدها نستريح. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. الله يرحمه بقى ساب لي تركه ملعبكه ما يعلم بيها الا ربنا. عايزه شويه وقت انا ما اخلص اجراءاتها. لحد ده ما يحصل لازم اشتغل كتير ولا هنموت من الجوع. الشر بره وبعيد، ما تقولش كده. محكمه ايه؟ مش هترد على التليفون؟ اه هرد طبعا. الو. الو وحشتني. اه كويس قوي. ايه في ايه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ اه طبعا. طيب احنا مش هنتقابل ولا ايه؟ ولا مش عايز تاخد الاتعاب؟ في حد بيشتغل ببلاش برضو؟ ده اهم حاجة الاتعاب. قريب قوي ان شاء الله يا موسى. لا بجد ما تقدرش تاخد التليفون بعيد شوية عشان عايز اتكلم معاك؟ لا والله يا ريتني كنت اقدر، غصب عني. انا زعلانة منك. معلش تتعود ان شاء الله. الا بالحق، انت كان تليفونك ليه مقفول طول الفترة اللي فاتت؟ أنا كنت مسافر، أنا لسه جاي من شوية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حاج. ده أنت شكلك مزنوق على الآخر. أهو يا ريت نقدر بعض عشان ربنا يسهل، وإلا كده مش هيسهل. طيب يا حبيبي، هستنى تليفونك بقى لما تبقى مش مزنوق وتقدر تكلمني. أوكي؟ طيب مع السلامة، مع ألف سلامة. يا حبة عيني. حتى في انصاص الليالي مش عايزين يرحموك من الشغل. يا سبحان الله، شوف احنا كنا لسه بنقول ايه. شوف احسن حاجه بقى اقفل التليفون عشان ما يزعجناش. احسن حاجه عملتها يا بديع. نعم. انت عشان تعرف انك تجيب لي عشان شكلنا يبقى
حبيبتي ده فندق 5 نجوم حاجة تشرف وتشوفي. تعزم ناس كتير؟ لا لا مش كتير قوي. حد أعرفه؟ آه طبعا يعني مثلا عزمت سيادة الريس. رئيس مين؟ رئيس الرئيس؟ ومالك اتخضيت قوي كده ليه؟ وعزمت كمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية والخارجية ووزير الشباب والرياضة وكبير اليوران. عزمت كبير اليوران؟ اه ما هو مش غريب. لو انت ما تعرفش طنط زوزو؟ زوزو مين؟ طنط زوزو اخت طنط جولنار باشا اغلي الفرع التركي بتاعنا في اسطنبول. معلش معلش ما تقلقش انت لما هتشوفهم هتعرفهم على طول. يا ربي انا كمان الاسماء بقت بتوه مني خالص لكن الاشكال ما بتتغيرش. طب يلا حبيبي ده مندوب الرئيس ده اللي جه ولا ايه؟ ليه هو عزم؟ هم عايزين فين يا دول؟ جايز الدعوات ما وصلتش. انت عارف الجوابات بتتاخر في البوست. احسن ايه؟ يعني مش عايزين حد يحسدنا او يبص لنا بفرحتنا. اما انا يا حبيبتي محضر لك حته مطرب. صحيح. نديم.